أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز. اخترنا لكم السيد سامر مشهور من جمهورية سوريا الحبيبة، صاحب ومؤسس شركة جينيروز مانجمنت. بداية، أسعد الله أوقاتك سيد سامر. مساء الخير يا شباب، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. حابين اليوم نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين من هو سامر مشهور، ما حفظ الألقاب. أنا وصلت على دولة الإمارات في عام 1996، وكان لي طبعا عدة مجالات، يعني عدة خطوات هنا في دولة الإمارات، بداية من أبوظبي ثم إلى إمارة دبي ثم إلى إمارة رأس الخيمة، واللي كان فيها أغلب حبيت تستقر فيها وتعمل فيها. إمارة الخيمة صراحة يعني إمارة جميلة ومحبوبة، وحتى يعني عائلتي كثير مبسوطين فيها، وأتمنى أنه أستمر في دولة الإمارات أولا وبعدين في إمارة رأس الخيمة إن شاء الله. سيد سامر، حابين اليوم نعرف من وين إجت الفكرة لتأسيس جينيروز مانجمنت في إمارة رأس الخيمة. يعني خلينا نقول تقريبا 23 سنة أو 24 سنة في دولة الإمارات، يعني كانت يعني تجربة كثير كبيرة وخبرة كثير كبيرة، طبعا بداية مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، ثم إلى شركة نتورس للسياحة والفنادق، شركة وطانا للفنادق، ثم في شركة الهيلتون اللي كان اللي فيها طبعا خبرة كثير كبيرة، وقت كثير كبير، وكونتاكت كثير قوية، ومجال الاستثمار طبعا كانت شركة الهيلتون في رأس الخيمة هي الرائدة في الإمارة. فمن هنا بدأت فكرة أنه أنا يكون عندي بزنس أشتغل فيه، اللي هي إدارة المنشآت السياحية والفنادق والمطاعم. وطبعا يعني من خلال الدعم والتطور الكبير لدولة الإمارات صار عندي الشجاعة وصار عندي الموتيفيشن اللي يخليني أستمر في هذا المجال. جميل جدا. سيد سامر، حابين اليوم نتعرف أيضا على الخدمات اللي بتقدموها للمجتمع المحلي في دولة الإمارات، وأيضا حابين نعرف شو الإشي اللي ميزكم في دولة الإمارات. دولة الإمارات هي دولة معطاءة دائما، يعني صحيح. الإنسان الطموح والإنسان اللي بده يشتغل دائما دولة الإمارات تعطيه دعم، والحمد لله أنا دائما كان عندي الدعم من الحكومة ومن كل الجهات الرسمية، اوكي، لحتى اوصل للي انا بدي اياه، وحتى اقدم خدمات كثير كبيره. الانسان الناجح هون والانسان الطموح بده يوصل، اكيد اكيد 100%. ما دام انت عندك طموح وعندك هدف بدك توصل، لانه دوله الامارات، حكومه دوله الامارات، والسيستم اللي ماشي عليه دوله الامارات، والعقول الناضجه والعقول اللي ما تنام ليل ولا نهار، تعطيك الدافع دائما وتعطيك الدعم لانك انت توصل للي بدك اياه. صحيح. سيد سامر، حابين نتعرف على رؤيتك المستقبليه وتوجهك المستقبلي لتطوير الاعمال الخاصه بجينيروز مانجمنت. شوف، دوله الامارات في اغلب الاحيان، انا من اول ما وصلت لهون على دوله الامارات انا شايف انه موضوع السياحه موضوع مهم جدا جدا جدا. صحيح. بالنسبه لهم. فكل شيء افكار، اوكي، ممكن يعني تطور فيها، مثلا تخدم الناس، دائما في اعداد كثير كبيره توصل لدوله الامارات، فانت لازم دائما تفكر بشيء، شو هالناس هذول او الناس السياح او الناس القادمين او رجال الاعمال اللي جايين هون شو بدهم خدمات. دائما تفكر شو لازم تعملهم عشان تكون انت مواكب مع تطور الدوله والحكومه، اوكي، حتى تدعم هذه الامور. صحيح. فدائما اي مكان جديد، اي استثمار جديد، اي موقع جديد، لازم انت تكون السباق، لانك انت توصل لهذا المكان وتقدم خدماتك وتعرض خدماتك، لانك انت هيك تدعم خطوات الحكومه، اوكي، من اجل سعاد جميع السياح القادمين من خارج الدولة. بحييك على هاي الأفكار الرائعة. فعلا دولة الإمارات العربية المتحدة يعني متطورة باستمرار، ويعني المستثمر الموجود في دولة الإمارات لازم يكون دائما عنده أفكار جديدة ويولد أفكار جديدة عشان يخدم المجتمع المحلي وأيضا المستثمرين الجدد والسياح القادمين من خارج دولة الإمارات. ما في شك، شوف، على مستوى العالم، دولة الإمارات، نحن عايشين في دولة الإمارات، ولكن سافرنا إلى دول أخرى في أوروبا ودول العالم الثانية، ولكن
ما تقدم دولة الإمارات لأي وافد أو لأي مستثمر أو لأي رجل أعمال شيء عظيم جدا. صحيح. وما تعمله دولة الإمارات هنا، أنا بوجهة نظري الخاصة، أوكي، أنا رحت وشفت ما ممكن أي دولة ثانية تعطي المستثمر كما تعطي دولة الإمارات. صحيح. مرت ظروف كثيرة على العالم، ولكن دولة الإمارات كانت دائما عندها الحلول. برجع بقول لك، بسبب الأشخاص وسبب الناس اللي قائمين على الدولة، اللي فكروا ليل ونهار، اللي عندهم عقول ناضجة جدا جدا ما ممكن تلاقيها في أي دولة ثانية. صحيح. إلى أقول لك دائما الحل. مرت ظروف كثير كثير على مستوى العالم، من الريسيشن اللي هو الانهيار الاقتصادي وظروف غيره وغيره، وحتى الان في ظروف الكورونا. صحيح. اليوم يعني احنا بظروف الكورونا اكبر يعني مثال، يعني حتى انا يعني بعد ظروف الكورونا سافرت وشفت لا دولة الامارات غير هون. لا يمكن يعني كما قال اسمه الشيخ محمد بن زايد، لا تشيلوا هم، فعلا لا تشيلوا هم. نحن لاحظنا وتاكدنا انه لا تشيلوا هم من اي ناحيه. صحيح صحيح. قول وفعل، يعني الامور جيده ورائعه جدا. انا دائما عندي استراتيجي امشي عليها في عملي، هي طبعا هي بالانجليزي everything will be okay، كل شيء راح يكون اوكي. ما يدعم ذلك وجودها في دولة الامارات. صحيح. في دولة الامارات هذا الكلام لا تقلق، او كما قال سمو الشيخ محمد زايد لا تشيلون هم، وفعلا that means بالانجليزي everything will be okay، وهذا الكلام واضح وصحيح. صحيح صحيح. سيد سامر، اليوم ايضا احنا موجودين بدولة الامارات، وحضرتك موجود من سنة 1996 في دولة الامارات، اكيد اختلطت بكل الاعراق وكل الجنسيات والاديان الموجودة داخل دولة الامارات. اليوم 230 جنسية موجودة، الكل بيعيش بمساواة، بسعادة، بمحبة، لا يوجد اي تفرقة، وايضا بامن وامان. لو سألناك اليوم سيد سامر، ماذا يعني لك الامن والامان داخل دولة الامارات العربية المتحدة؟ وأيضا لا ننسى أنه كل هاي الأمور لم تأتي من فراغ، هذه الأمور جاءت أكيد من قيادة حكيمة ورشيدة. أيضا كيف تحب تقول لهم شكرا؟ يعني أنا هذا نقول شكرا، ولكن كلمة شكرا ليست كفاية، أكيد مش كفاية شو ما بتحكي عن حكام دولة الإمارات. طبعا بداية من سمو الشيخ خليفة بن زايد طول الله عمره، الله يخلي فوق رأسنا وفوق دولة الإمارات والمقيمين والوافدين والمواطنين. ما انا متاكد ما يعني ما تركوا اي جهد لحتى الامان يكون موجود. سمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ محمد بن زايد، سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، طبعا له فضل كثير كبير على اماره راس الخيمه، ونحن لاحظنا الفرق الكبير. صحيح. اللي 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 اللي, اللي شافته اماره راس الخيمه بعد ما سمو الشيخ سعود استلم القياده في الاماره، لاحظنا فرق كبير، تطور كبير في شغلات كثير كانت مش 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 لم تكن إمارة رأس الخيمة سياحية كدبي أو أبو ظبي. اليوم صارت يعني اليوم صرنا نحن عن جد، يعني طبعا لكل إمارة لها نكهة، يعني صحيح. إمارة رأس الخيمة صارت تضاهي جميع الإمارات، وتضاهي حتى ديستنيشن أو أماكن سياحية خارج الدولة. صحيح. يعني أنا لما بدأت هنا في رأس الخيمة بعام 2001 كانت شركة هيلتون، أنا كنت أول عاملين في شركة هيلتون في إدارة المبيعات والتسويق. طبعا لما كنا نروح مع طبعا مع الوفد الرسمي لسياحة رأس الخيمة، في كثير من الدول ما كان يعرفوا إمارة رأس الخيمة، ولكن جوز الشيخ سعود بن صقر القاسمي طول الله عمره يعني أعطتنا دعم كثير قوي وغيرت أمور كثير. صحيح. الله يخلي الشيوخ والله يحفظهم، دائما قائمين على كل شيء ينفع الناس، الكل الوافدين ولا المواطنين. واحنا بيوم ولا بيوم من الايام يعني حتى لو فكرنا انه احنا مش عايشين، بالعكس احنا حاسين حالنا كان عايشين في بلدنا مثلنا مثل المواطن. صحيح. والله يخلي الشيوخ. وانا بمناسبه العيد الوطني يعني احب اقول طبعا انا يعني عمري من عمر الاتحاد الإمارات العربية المتحدة، دائما لما يجي هذا اليوم أحس بالفخر وأحس بالسعادة، وأقول لكل الشيوخ طول عمر الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الله يطول بعمر كل الشيوخ، وأتمنى أتمنى أتمنى أوكي إنه دولة الإمارات إن شاء الله يا رب الله يحميها على طول. آمين يا رب. يحمي كل القائمين عليها، ونحن يعني نعتبر نفسنا بنقاتل ونحارب ونعمل المستحيل على أساس إنه دولة الإمارات
تبقى فيها الامن والامان. وشكرا لكل الجهات الرسميه اللي قامت على الامور هذه. انا من ناحيه شخصيه كمان من ناحيه الامان يعني انا متزوج وعندي زوج وعندي ولدين. الله يخلي لك اياهم يا رب. الله يسلمك خليك خلي لك عيالك يا رب. ولا بيوم ايام حسينا بانه ولو في شعر انه ما في امان. في اطمئنان يعني لو ابنك بيطلع لوحده بيطلع ابني زوجتي بتطلع بكل الاوقات ولا يمكن ولا بيوم الايام ولا بنتي ولا اي حدا من اصدقائي ما بيوم الايام لاحظنا اي شيء. صحيح. مثلنا مثل المواطنين الموجودين هون. وطبعا هذه الشغله يعني لا يمكن انساها بحياتي وطول عمري يعني راح اضل اتكلم فيها. نحن مثلنا مثل المواطنين. صحيح. يعني دائما القانون والنظام والاحترام موجود. تروح على اي دائره رسميه انت مثلك مثل غيرك. ارجع اقول ما دام انت طموح وما دام انت ماشي حسب السيستم اللي موجود حسب النظام الدوله والناس راح يضلوا شايلينك فوق راسهم. صحيح. وما عندك قلق ابدا من اي شيء. صحيح. الحمد لله والشكر على كل شيء. صحيح. بنحمد رب العالمين وبنشكره وبنتمنى من رب العالمين يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بإذن الله تعالى. سيد سامر في نهاية برنامجنا حابين نتعرف على موقع وكيفية التواصل مع شركة جينروز مانجمنت. نحن موجودين في رأس خيمة. طبعا الموقع هي الفري زون تبع راس الخيمه. طبعا بدلك يعني اسمه الشيخ سعود يعني طول الله عمره طبعا فتح لنا المجال بهذه المنطقه وانعش هذه المنطقه وطورها واعطاها كل الدعم. نحن موجودين في منطقه الحمراء الفري زون في راس الخيمه. وبالمناسبه جنرس في اللغه الانجليزيه هي معناتها العطاء والكرم. وانا استنبلت هذا الاسم من عطاء وكرم دوله الامارات العربيه المتحده. الله. وشيوخ دوله الامارات العربيه الله. المتحده الله. جميل. فأنا حبيت دائما أن يكون هذا السلوغن أو الاستراتيجي تبعنا اللي هي العطاء والكرم بدولة الإمارات. لفت جميلة بنحييك عليها سيد سامر. في نهاية برنامجنا سيد سامر حابين نتشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحسن الضيافة. شكرا جزيلا لك. الله يوفقكم إن شاء الله ويوفق الجميع إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي رعاية الله.